ما هي خلصت يعني، انت هي خلصت من ساعة التعادل مع سان داونز يعني، خلصت اللي هي قطر الطاهر ضيع ضربة الجزاء والروح رجعت للنادي الأهلي، مش هيسيبها مش هيسيبها. النهارده بيرسي تاو بيعمل ايه اللي بتعمله ده يا ابني؟ وحسين الشحات نقول له البقاء لله اول حاجة يعني، وبعدين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الأهلي يستحق يا اخوانا، الأهلي يستحق. الهلال السوداني هو اللي دخل نفسه في المأزق ده وقفل على نفسه الباب وقال عاوز يدخل يخرج في القاهرة. يعني انت ضيعت فرصة صعودك في الخرطوم وجاي هنا تدور عليها؟ لا يا عم، لا يا عم خلصت. ده انت الاستاد مليان والدنيا مليانة وبتلعب في القاهرة وعايز تخلص من الماتش، تخلص منه ازاي؟ فين الأداء النهاردة؟ الهلال السوداني عمل ايه؟ عمل ايه؟ فين الكورة وفين الاستحواذ وفين الشكل الهجومي وفين وفين؟ اه كان في شوية فرص كده، ولكن اللعيبة برضو مرتجفة بتلعب في القاهرة وبتلعب خلاص، والأهلي جات له الفرصة مش هيضيعها، مش هيضيعها. ده إذا كان طلعوا الواد اللي بيلعب كورة يعني، الواد اللي بيلعب كورة في الهلال السوداني طلعوه ونزلوا واحد تاني مكانه، هيعمل ايه؟ يعني أول حاجة إن نقولها هارد لك لجمهور الهلال السوداني، هارد لك هارد لك، وألف مبروك لجمهور النادي الأهلي. فريق بيلعب على طول بيعرف يخلص الدنيا كلها إزاي. لازم الهلال السوداني يتعلم من الحاجات دي كلها، يعملها دراسة كده ويتعلم منها ويعرف إن البطولة بتتاخد إزاي. الموضوع مش فرد عضلات يعني. انت اه حلو وماشي كويس جدا في الدوري السوداني، مشيت حلو كويس النهارده وعملت 14 نقاط في دوري ابطال افريقيا، لكن الاهلي بتاعته شغلته الخبره والممارسه، وهو في بطوله افريقيا بقى له سنين طويله يعني. فرق كبير جدا. الهلال ضيع فرص صعوده من الخرطوم ومن مباراة الأهلي الأولانية، وإن هو لاعب القطن الكاميروني وما عملش عليه أهداف، فده كله يجي في صالح النادي الأهلي، والأهلي قدر يستغل الفرصة ويرجع إن هو يحقق البطولة. السلام عليكم.